السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وباسم المجلس المدني في مقاطعة دير الزور وباسم لجنة الصحة، نتقدم بشكر جزيل لكل من ساهم وبادر من أهالي منطقة أشعف الكرام على بناء هذا الصرح الطبي العظيم، ونعدهم بتقديم المزيد من الدعم لدعم القطاع الصحي في هذه المنطقة بشكل عام بشكل خاص وفي المنطقة الشرقية بشكل عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرفيق محمد حسين يوسف، مدير مركز إشعاف الصحي. لقد تم بناء هذا المشفى بجهود أبناء المنطقة في الخليج، وتقدر تكلفته ب 700,000 دولار. والمشفى يخدم من منطقة الإشعاف إلى الباغوز، المراشدة، السوسة، البوبدران، الإشعاف، ويبلغ عدد غرف المشفى 75 غرفة، بما فيها غرف العمليات وغرف للمخبر والأشعة. طبعا بالنسبة للمشفى هو عبارة عن حملة تبرعات قام بها الأهالي في المقترب، حيث تم البناء وبجهود مبذولة من لجنة الصحة التابعة لمجلس دير الزور المدني تم اليوم افتتاح هذا المشفى. طبعا بالنسبة للمشفى هو خطوة تعتبر خطوة عظيمة في سبيل تقديم الخدمات الرعاية الطبية للأهالي، كون أنه أقرب نقطة طبية موجودة حاليا هي المستوصف على بعد مسافة 4 كيلومتر، ونقطة طبية أخرى اللي هي موجودة في مدينة هجين، مشفى هجين العام.